السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وش راكم؟ وش راكم مع الامتحانات؟ وش راكم مع التحضير للاختبارات وللفروض؟ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح. كما راكم تشوفوا هذا الكورنر نديروه باش نهضروا فيه، فسقمتو هكا. انا هنايا عندي ورقيه اللي نحل لكم فيهم، هنا عندي البيسي، وعندي هنايا هذه لاطاب اللي هي اللي ملفه نحل لكم فيها، ولا هي الورقه تاع اللي وجدت لكم فيها الوضعيات الادماجيه، وقهوه بيان سيغ ما نستغناوش على القهوه. كل واحد يجيب المشروب تاعو المفضل، ولا يحب يشرب بالماء ولا اي حاجه، ويقعد. غادي نهضروا على واحد الموضوع كيما شفتوا في العنوان، اللي هو وهم التحفيز. واش معناتها؟ دروك راهي شايعه في لي ريزو سوسيو، نتوما للاسف جينيراسيون راهو بزاف مأطرين عليكم، فشايعه انه انا لازمني نتحفز العفسه باش نديرها. نشربوا قهوه، نتوما شربوا شراكم عندكم. فهذه الفكره جدا خاطئه. علاه؟ لانه التحفيز هو حاجه مؤقته، ولكن الحاجه اللي نغومبلاصوها بالتحفيز هي الالتزام. الالتزام حاجه دائمه، والتحفيز حاجه مؤقته. التحفيز يصرى في البدايه فقط، في البدايه تاع اي عفسه، تاع خدمه جديده، تاع اي حاجه جديده، غادي نتحفزوا ايامات ولا حتى يا سيدي شهر، من بعد يروح لنا التحفيز. الحاجه اللي تغومبلاصيها قلنا هي الالتزام. انا لازم نلتزم. صار لها كيما الصلاه، انا منين نجي، منين نكون ماشي مليحه، منين نكون مانيش باغيه، منين نكون ما عنديش الحماس باش نوض نصلي، غادي نوض نصلي. علاه؟ لانه ولات عندي عاده بالاستمرار، حاجه نديرها كل خطره، نلزم روحي باش نديرها. ماشي نقول اليوم مانيش محفزه ما نديرهاش، غدوه بالك نتحفز ونروح نشوف فيديوهات تحفيزيه. لا لا لا، كما قلت لكم من قبل، الهدف نحط الهدف قدامي ونبني له طريق. هذيك الطريق غادي تكون صعيبه بصح انا نلتزم بها. نهار اللي ما نكونش باغيه نوض ندير ديك العفسه، نوض نديرها، على خاطرش انا راني ملزمه روحي، انا راني جابره روحي باش نديرها. فهكا تولي نوض انا بلا ما نخمم. كي تكون عندي هذيك العفسه نقول غدوه عندي ديك 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 ندير، غدوه عندي نراجع الفيزيك، نراجع الرياضيات، غدوه مدلك ما طلعتليش راجع فيزيك ورياضيات، انا غادي نراجع. ماشي لاخاطش ما طلعتليش، ماشي لاخاطش مانيش محفزه ما نراجعش، لا، انايا غادي نوض ونراجع، نلزم روحي. فهكا نولي اوتوماتيكمون، يولي عندي سيستم اوتوماتيك، غير نوض نروح ندير الصوالح اللي نديرهم بلا ما نخمم، بلا ما نخمم راني باغيه نديرهم مانيش باغيه نديرهم. فالعفسه اللي لازم منا نلتزموا بها هي الالتزام. اللي نلتزموا به لازم نلتزموا بالالتزام، ماشي بالتحفيز. كما قلت لكم التحفيز وهمي، والتحفيز ما غادي يوصلنا لوالو، فالتزموا التزموا ان شاء الله توصلوا لكامل واش راكم باغيين. فوالا، هذا هو الموضوع تاعنا تاع اليوم، خفيف ظريف، ونزيدو نهضروا ان شاء الله بربي على مواضيع اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.